صدق الله العظيم المتفرد بالجمال والجلال والكمال، وصلى الله على حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى مائدة العلم والعلماء، فصدق القائل حينما قال: وما الفخر إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدأ بالله. فقدر كل امرئ ما كان يعلمه، وأهل الجهل لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد صالح عطية، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، نتحدث مع حضراتكم عن خلق كريم من أخلاق الإسلام، عن الوفاء بالعهود والعقود من صفات المؤمنين. فأترك له المجال، نقترف من علمه ومن بحار فضله، فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا يفنى مداه، وصلى الله وسلم على نبيه الذي اصطفاه واختاره لرسالته واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالشكر كل شكر لوزارة الأوقاف ورجالاتها جميعاً، ومعالي الوزير على هذه التماثيل الجميلة الجليلة التي تقف عند موضوعات ركيزة ومهمة. وهذا الموضوع الوفاء بالعهود والعقود كما أشار فضيلة الشيخ ليس مجرد خلق عادي. كثير منا يسمع أن من أخلاق الإسلام الوفاء بالعهود والوفاء بالعقود، وقديما قالوا الإسلام ثلاثة: عهد وعقد ووعد. الإسلام ثلاثة: عهد ووعد وعقد. الوفاء بالعهود والعقود ليس مجرد حكم فقهي، وليس مجرد خلق عادي، إنما هو ركيزة من ركائز الإسلام، وعلامة من علامات الإيمان، وميزة يصل بها الإنسان إلى رضا الرحمن. لذلك قال أحد السلف متكلما قال: الوفاء بالعهود من صميم أخلاق أهل الإيمان، وهو الذي يرفع المسلم إلى منزلة الأخيار ويقربه من رضا الرحمن. فالوفاء بالعهود من آكد وأهم الأخلاق الإسلامية. لذلك إذا تدبرنا في كلام الله عز وجل وجدنا أن الوفاء ورد في القرآن في 66 آية. تخيل أن الله عز وجل يتكلم عن الوفاء في 66 آية، أي إن الأمر ليس أمراً بسيطاً، إنما هو أمر جلل. ومعظم الآيات التي تكلمت عن الوفاء على خلاف كثير من الأخبار جاءت بصيغة الأمر المباشر: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا وقفنا فقط عند هذه الآية علمنا أن الوفاء بالعهد والعقد من علامات الإيمان وصميمه. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يعني كل كلمة تخرج من فمك عهدا أو وعدا أو عقدا سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما معنى الوفاء بالعقود؟ الوفاء يا أحبة ليس مجرد التنفيذ، وهذا من جمال الإسلام. كثير من الناس يظن أن الوفاء بالعهد أو الوفاء بالوعد أو الوفاء بالعقد أنه مجرد ينفذ كلامه، هذا جزء من الوفاء. فكلمة الوفاء في اللغة العربية تأتي لأربع معاني:
مكتملة مجتمعة معا في وقت واحد. أولها التنفيذ والالتزام، هذا أول معنى. لكن هل الالتزام فقط؟ لا، الالتزام والحفاظ والإتمام والكمال والطول. طول اليد، طول ما أنت في عهد ووعد لابد أن تكون ملتزما به، منفذا له، محافظا عليه، طيب النفس وأنت تفعله. حين تأخذ على نفسك عهدا أو وعدا لم يلزمك أحد به، إنما أنت ألزمت نفسك به، حينها يكون بالأمر القرآني إذا خالفت هذا الوعد أو العهد فأنت آثم عند الله عز وجل. فما الفرق بين الوفاء بالوعد أو العهد والوفاء بالعهد؟ العهد، الوفاء بالعهد المقصود به الالتزام والمحافظة والتمام لكل كلمة خرجت من فمك عهدا، وعدت إنسان أنك ستأتي يوم الفلاني، هذا وعد، إذا خالفته دون عذر مسبق فقد خالفت أمر الله. هذا أبسط أنواع الوفاء بالوعد والعهد. أما العقد فأن تشترط على نفسك شيئا في عقد مكتوب أو غير مكتوب، لكنك اشترطت على نفسك شرطا، ربما يكون هذا الشرط لست ملزما به لكنك ألزمت نفسك به. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صلح الحديبية اشترط قريش حينها على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد إليه في المدينة أحد من قريش محتميا في المدينة وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى قريش. جاء أحد الصحابة كان ممن اضطهده قريش، تخيل اضطهده قريش وعذبه ونكلوا به، فذهب مسرعا بعد صلح الحديبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثا به في المدينة أنه عذبوه ونكلوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبله. لكن قريشا أرسلوا رسولا، رجلين أرسلوا من عندهم رجلين ليأخذ حسب العهد وحسب الميثاق وحسب الصلح يأخذ هذا الرجل، هذا الصحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اصبر فإنا قوم لا ننكس عهودنا، وإن الله عز وجل سيخلف لك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم سلم لهم هذا الصحابي الجليل بمجرد أنه كان أخذ عهدا على نفسه، فما بالكم بمن يأخذ عهدا على نفسه مع زوجته أو مع جيرانه أو مع زملائه. الوفاء بالعهود من الإيمان، بل هو صميم الإيمان. الله عز وجل لما تكلم عن المؤمنين قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذن من خصال المؤمن أنه يوفي بوعده، يوفي بعهده، وكلما زاد إيمان المرء زاد تمسكه بالوفاء بالعهد والوفاء بالعقد. كذلك يا أحبة، الوفاء بالعهود والعقود من علامات محبة الله للعبد. قال أحد السلف: إن الله إذا أراد أن يحجب إنسانا عن الخير حبب إليه الخيانة والغدر وكره إليه الوفاء. الإنسان يوفي بعهده يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، فإن علامة المؤمن إذا وعد وفى. كذلك يا أحبة، حين وصف الله نبيه إبراهيم
إبراهيم الذي وفى. أي إن أهم خصلة وأهم صفة وأهم مكرمة عند إبراهيم أنه وفى، أنه فعل كل ما طلب منه بالنص. كذلك يا أحبة، وهي من الأشياء الخطيرة أن الوفاء بالعهود والعقود سبب لستر الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر عكس الوفاء والإخلاء. إذا الإنسان الذي لا يفي بوعده هو غادر بوعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغادر، أي الذي لا يفي بوعده ولا بعقده، ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. أنت متخيل إنك يوم القيامة ويوم الحساب تجد فلان وفلان وفلان محطوط عليه يافطة مكتوب عليه ده غدر بفلان ولم يوفي وعده وعهده وعهده معه في اليوم الفلاني؟ لذلك الوفاء بالعهد والعقد سبب لجلب ستر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أعرابي، وأنا أريدك أن تسقط هذه الحادثة وهذا الموقف على ما نعيشه. جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى معه جزورا، ناقة كبيرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري من الأعرابي هذه الناقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في بيته صلى الله عليه وسلم وسق من تمر إلا يطارد عليه هذا الأعراب، فقال له: أتبيع لي هذا الجزور هذه الناقة بوسق من تمر المدينة من تمر العجم؟ فقال بها ونعم، والرجل وافق والنبي وافق. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إلى بيته ليأتي بالوسق من التمر، فلما عاد إلى بيته وجد أن وسق التمر قد انتهى من بيته صلى الله عليه وسلم. بالواقع الفلوس اللي هيشتري بها مش موجودة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي وقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر فالتمسناه فلم نجده. رجعت البيت ما لقوش. فماذا فعل الأعرابي؟ تخيل الأعرابي قال: وغدرا، يعني بالبلدي الغدر ده، وغدرا. الصحابة لما سمعوا الأعرابي يقول هذه الكلمة نهروه وقالوا له: يا عدو الله، هل يغدر رسول الله حتى تقول صلى الله عليه وسلم وغدرا؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ده هو صاحب الحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية بالكلم نفسه، فقال الرجل الأعرابي في المرة الثانية والمرة الثالثة: وغدراه. المشكلة ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل واحدا من أصحابه إلى يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن من يسلفه ويقرضه وسق من تمر. انت متخيل انما هيقترض هيستلف عشان يتم ما وعد الرجل به. فارسل رجلا الى سيدتنا خويلده بنت حكيم واستلف منها الوسق من التمر واعطاه للرجل. قال: اعطه اوفي الرجل حقه. أول ما الأعرابي أخذ الوسق مقابل الجزور عاد أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
الكلمة لابد أن أرضى عنها. العرب قبل الإسلام تعرفون حضراتكم سوق عكاظ كان أكبر سوق في شبه الجزيرة العربية. كان إذا قال رجل منهم كلمة فلم ينفذها كتبوا يافطة كده في نص سوق عكاظ فلان غادر، ويشهروا بيه في وسط المجتمع فقط لأنه قال كلمة ولم ينفذها. أيها الأحبة في الله، لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكن أختم مع حضراتكم بشاهد كيف نوفي بالعهود والعقود. الموظف في مهنته الذي يلتزم بالمهام المطلوبة منه ولا يقصر في عمله، هذا موفي بعقده، فإن لم يفعل هذا فلم يوفي حقه ولم يوفي عقده. التاجر الذي يلتزم بالجودة ولا يغش الناس، هذا موفي بالعقد. الزوج الذي يحافظ على بيته ويحافظ على زوجته بالكلمة التي أخذها بها أمام الله عز وجل، هذا موفي بعقده وموفي بعهده وموفي بعهده. فإن لم يفعل فهو خائن لهذا الوعد. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يرزقنا مكارم الأخلاق، وصلى الله وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الناس قدرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة الدكتور كل خير، وجعل هذه الكلمة النيرة المستنيرة في ميزان حسناته يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أوفى الناس بالعهد والوعد صلوات الله وسلامه عليه. يحضرني مقام لسيدي ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد فتحه لمكة تأتي حليمة السعدية مرضعة سيدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد كبرت وهن عظمها وضعفت قوتها وخارت قوتها، فتأتي وتسأل عنه، فلما دلت عليه وجدت ولدها أو ابنها نبيك صلى الله عليه وآله وسلم جالسا وسط صحابته الكرام. خاض عنها نبيك أكثر من 40 عاما، لك أن تتصور. كانت مطيعته في ديار بني سعد، ومكث رسولك صلى الله عليه وسلم من ديار بني سعد فوق 5 أعوام، وعاد مكملا أيامه وشبابه وحياته بمكة، ثم يهاجر للمدينة، ثم يرجع بعدها فاتحا لمكة، وكل هذا لم تراه. فلما وقفت عليه هي تعرفه وهو لا يعرفها صلوات الله وسلامه عليه، فقالت: أين ولدي محمد؟ فقالوا له، أي قال الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم لأمنا حليمة: ها هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإسمها تنادي عليه: يا محمد، ألا تعرفني؟ فيقول النبي إليها: من أنت يا أمة الله؟ فتقول له: أنا أمك حليمة السعدية، أنا مرضعتك حليمة، انظر لحال حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ما أن قالت له هذه الكلمات إلا وقام يقبلها بين رأسها مقتطنا إياها: أماه أماه، أين كنت طوال هذا العهد؟ ثم يخلع نبينا عباءته ورداءه الذي يضعه على جسده، يبسطه على الأرض، ثم يقول لأصحابه: ماذا؟ خلوا بيني وبين أمي ساعة، اتركوني أنا وأمي ساعة. يتحدث حبيبك مع أمه حليمة فرحا بقدومها، مستبشرا بالجلوس معها، مطمئنا قلبه، سعيدا كل السعادة في أنه وجدها ليوفي لها بعضا من حقوقها عليه، ثم يرجعها لديارها معززة مكرمة محمولة بالهدايا والمتاع. هذا هو وفاء حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والآن حتى لا نطيل ننتقل لعالم جديد وأخ فاضل مفضال، وفضيلة الشيخ محمد شعبان، يتحدث معنا أو معكم عن الوفاء بالعهود والعقود من صفات المؤمنين. فأسأل الله له أن ينير قلبه وأن يحسن حديثه معنا، فليتفضل سيادته. مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لقد أفاض الدكتور جزاه الله خيرا عن الوفاء بالعقود والعهود. والوفاء بالعقود والعهود من صفات المؤمنين ومن صفات المرسلين أيضا. فلقد امتدح رب العالمين سبحانه الخليل إبراهيم بقوله: وإبراهيم الذي وفى فما أعطى عهدا إلا وفاه إبراهيم عليه السلام. حتى حينما تحدث مع أبيه إذا به يستغفر له، وظل إبراهيم يستغفر الأبي لأنه وعده أن يستغفر له، فظل يستغفر له حتى علم أن ليس للإنسان إلا ما سعى. وها هو أيضا ولده إسماعيل الذي قال فيه رب العالمين سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. مدحه الله عز وجل بأنه صادق الوعد، لأنه قال لأبيه حينما أخبره بالرؤيا أنه رأى رؤيا أنه يزعم، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصبر حينما ابتلي بهذا، صبر ولجأ لله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كان سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. انظر إليه صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا، أمر بأن تضرب الخيمة بجوار قبر السيدة خديجة زوجته، وفاء وحبا وأنسا بروح خديجة رضي الله عنها. بل وكان كثيرا ما يذكر خديجة رضي الله عنها، حتى غارت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وقالت: ما كانت إلا عجوز، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها. انظر، يذكر محاسن أمنا خديجة، ورزقني الله منها الولد، فكل أولاده صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة، إلا إبراهيم من ماريه القبطية. اذكر لما كانت خديجة عند النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء، بل وتعلم الصحابة هذا الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حينما جيء بمال البحرين، في مال البحرين كثير، ف اللي ليه عهد عند رسول الله يأتي عشان وفي العهد. فيأتي سيدنا جابر رضي الله عنه ويقول: يا أبا بكر، لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا جابر، إن جيء بمال البحرين أعطيتك كذا وكذا وكذا، أنا هديك من مال البحرين.
ولم يؤتى بمال البحرين إلا في عهد أبي بكر. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقوم يحسو حسوة، يقول كده كمية كده ويضعها لسيدنا جابر، فيقول جابر فعددتها فإذا هي 500 دينار، فقال خذ مثلين، خذ كمان مرتين زي اللي انا اعتقالك دي، خذ مثلين. انظر لوفاء سيدنا عمر رضي الله عنه الذي تعلم وتخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبد لما جيء من هرمزان وهو قائد من قادة الفرس، جيء به إلى عمر وقد فعل الأفاعيل بالمسلمين، خلاص هيقتل به أسيرا، إذا سيقتل خلاص. فلما جيء به إلى عمر وأراد عمر أن ينفذ فيه القتل، قال له يا أمير المؤمنين إني على ظمأ، أنا ظمأ من عطشان، إني على ظمأ، ولأن أقتل وأنا على ريح خير من أن أقتل وأنا على ظمأ، أما أقتل وأنا شارب أحسن. فجيء له بما أمر عمر بشربة ماء هذا، فجابوا له شربة ماء. فلما جيء بشربة الماء قال يا أمير المؤمنين أنا آمن حتى أشرب هذا الماء، أنا بأمان مش هتقتلني؟ قال له نعم أنت آمن حتى تشرب هذا الماء، فإذا به يرمي الماء على الأرض. خلاص كده رمى الماء على ايه؟ على الارض، لانه ما شربش الميه. وقال الوفاء نور ابلش، العبايه الوفاء نور ابلش. فاذا عمر يشتط غضبا، ايه خدعني الرجل ولا ايه؟ هو خدعني ولا ايه اللي حصل؟ فاستشار اصحابه فقال الوفاء يا امير المؤمنين، لا عليك ان تلتزم بالوفاء. فقال امير المؤمنين عفونا عنك. فقال الرجل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انظر للوفاء، للوفاء. لذلك قال العلماء الوفاء ثلاثه، وفاء مع الله، ووفاء مع الناس، ووفاء مع النفس. وفاء مع الله، ووفاء مع الناس، ووفاء مع النفس. وفاء مع الله، قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به وصية من وصايا رب العالمين سبحانه، الوفاء بالعهد. انظر وايضا قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. انت ما خلقت الا للعباده، والعبادة كما قال ابن القيم هي أمر جامع لما يحبه الله ويرضاه، كل اللي يحبه ربنا أنت تعمله. ووفاء مع الناس، وأول هؤلاء الناس الأب والأم. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمرنا بعد العبادة على طول بالإحسان إلى الوالدين، أن تحسن إلى والديك وأن تدعو لهما وأن تستغفر لهما بعد موتهما وأن توفي بعهدهما وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، إلا بهما. وأيضا الوفاء بالعهد مع الزوجة. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما حق زوجتي علي؟ قال أن تطعم إذا طعمت إذا اكتسوت وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح. وأيضا وفاء الزوجة مع الزوج، لأن هذا عقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية. شوف مكانة الزوج ده. والآن لأن المصر الآن نسبة الطلاق عالية جدا وبتفتت القصر. ليه؟ لأن كل زوج لا يريد أن يؤدي حقه أو الحقوق التي عليه. ولمكانة هذا الزوج لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا القسم الثالث الوفاء مع النفس، أي أن تسأل نفسك وأن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. أن تسأل نفسك قبل أن تسأل، تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. اعلم أنك ستقف بين يدي الله، وإذا كنت تعلم أنك ستقف بين يدي الله فاعلم أنك مسؤول. فأعد للسؤال جوابا، استعد لهذا، أي كلمة قلها ستحاسب عليها. لذلك عليك أن تتقي الله عز وجل في كلماتك وفي أفعالك وفي أقوالك وفي كل شيء، وتعلم أنك ستحاسب عن الصغير والكبير، عن القليل والحقير والعظيم. كل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. جزا الله فضيلة الشيخ محمد شعبان كل خير على هذه الكلمة الطيبة الرائعة، وجعلها في موازين حسناته يوم القيامة. وجميل شكرنا ووافر احترامنا وخالص تقديرنا لفضيلة معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة سيد الأزهري، وفضيلة الدكتور خالد صلاح الدين حسون وكيل أول وزارة أوقاف القاهرة، على رعايتهم وعنايتهم بهذه الفعاليات والأنشطة الدعوية والمحاضرات الدينية على مستوى مساجد جمهورية مصر العربية كلها. أسأل الله أن يجعل هذه العناية والرعاية وهذه المحاضرات والتوعيات والندوات وغيرها في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقبل ختام هذه الفاعلية وهذه الندوة نختم بماذا؟ بختامه بالابتهالات الدينية، ومع فضيلة الشيخ محمد صابر الأزهري فليتفضل جزاه الله خيرا.